عندنا مكعبات بطاطس صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده، عندنا كمان جزر مبشور، عندنا بصل مفروم فرم خشن صغنن، عندنا فصوص ثوم، عندنا نشا، مكعبات مرقه خضار وكريمه. الوصفه سهله وبسيطه جدا ماشي. هنشوف بقى هنبتديها ازاي. هنبتديها بمعلقه زيت، وممكن نستبدل الزيت بالزبده ماشي. هحط اول حاجه هحطها البصل، مع مكعبات مرقه الخضار، مع توم اللي انا هفرمه دلوقتي، ممكن توم مفروم ناعم وممكن خشن، انا بحبه خشن. خلاص بس هحط حبه توم صغيرين قوي ناعمين، الخشن احطه مع الجزر، لان كده ولا كده اللي انا هعمله دلوقتي ده مش هيبقى باين اصلا في الشوربه. طبعا البطاطس لو قطعناها قبل ما نبتدي في الوصفه بنحط عليها كده حبه ميه عشان تفضل لونها الاصفر الفاتح ما تسودش، البطاطس من الحاجات اللي بتسود على طول. بس كده كويس قوي، واقلب. وازود عليها بقى ايه رشه ملح وفلفل اسود، واسيبها لحد واحط عليها حبه ميه، واسيب لحد ما احس ان البطاطس بقت طريه جدا، عشان كل ده بقى هيتهرس. خلاص رشه ملح واقلب. التوم مع الجزر يعني كل ما بيبقى كده مفروم الفرم اللي انتوا شايفينه ده كل ما بيحلي طعم الجزر اكتر. خلاص اهو ماشي، نقلبه كده بقى ونحط البصل على طول لان الزيت اوريدي سخن. جزر من الحاجات اللي بتسكر قوي الشوربه. هزود عليه الذره. نعم حاضر، هنزود عليه الذره كده واسيبه يتشوح شويه ماشي. اهي اتهرست كويس جدا جدا، هحط معاها الكريمه. هحط هنا كده الشوربه عندي بقت جاهزه تغلي غلوه، وهبتدي ان انا اغرفها. السبرينج رولز بقى اهو.